طب عايز اعرف منك بقى ايه ابرز المشاكل اللي انت بتشوفيها دايما ما بين اي زوجين او اي علاقه مثلا بتجيلك، ايه اكتر مشاكل بتقابلك؟ بص، وان اختلفت المشاكل والسيناريوهات السبب واحد. ايه هو سبب؟ ان كل طرف بيكون مركز جدا مع الطرف الاخر من غير ما يركز على نفسه. يعني ايه؟ ليه دايما بنظلم الجواز او العلاقه؟ لان العلاقات بتبقى عامله زي الميكروسكوب اللي بيبين جدا مواطن الضعف عندي، اللي بيبين جدا مخاوفي. فكل ما انا من بدري اتعاملت مع مخاوفي، عرفت مواطن قوتي، عرفت مواطن ضعفي واتعاملت معاها، هيبقى انجح. يعني زي الزوجه اللي بتكتشف بعد الجواز انها بتغير جدا على جوزها. خلاص هي قبل الجواز ما كانتش هتعرف، بعد الجواز لما عرفت انها بتغير، بدل بقى ما اقعد اتكلم مع الزوج، ده دليل على ان هي مش واثقه في نفسها. فلو انا عرفت العيب ده عندي، انا لازم اشتغل عليه. فقبل ما ابدا القي بالاتهامات واللوم على الطرف الاخر، لا، انا اشتغل على نفسي، وطبيعي جدا النتيجه هتظهر في الطرف الاخر. طب ما يمكن هنا هو مش مديها ثقتها في نفسها. محدش بيدي الثقة لحد. ليه؟ لا ممكن حد يقلل. لا ليه؟ اي اتنين ممكن يعني طرفين متجوزين، لا ممكن شخص يكون بيقلل ثقة، بيقلل ثقة الشخص اللي قدامه. بس دي نتيجة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا ماشية في الشارع وانا مثلا سايقة العربية وحد شتمني، لو انا انسان اصلا واثق من نفسي وعارف ان انا ما عملتش حاجة، انا مش هيفرق معايا. لا يعنيني، خلي بالك من حاجة برضه انجي، هو في فرق بين الناس المحيطة بيا القريبين جدا، وفرق بين الناس العادية مش هيهمني رأيهم، عادي جدا يعني اللي يقول يقول أو اللي يشتم يشتم، مش فارقة معايا. لكن اللي هيفرق معايا الناس المقربة مني أو اللي هو أقرب حد ليا، ده أكيد اللي هيفرق جدا معايا. إذا كان هيديلي طاقة إيجابية، هيديلي طاقة سلبية، هيحسسني أنا أحسن بنت في الدنيا، أحسن راجل في الدنيا، كل ده بيفرق طبعا في النفسية على ما أعتقد. أنا معاك إن ده طبعا جدا بيفرق في النفسية، بس لو أنا حددت طرف واحد إن هو دايما يبقى المصدر، خلي بالك إن أي حاجة أنا بعتمد فيها على مصدر واحد بتتعبني. يعني ايه؟ يعني مصدر ثقتي بنفسي لو انا مثلا اعتبرت ان انا ممكن اخده من الخارج، مع ان هو منبعه من الداخل، بس لو اعتبرت ده، هلاقي اهلي بيدوني ثقتي بنفسي، هلاقي زوجي بيديني ثقتي بنفسي، هلاقي ولادي بيدوني، هلاقي اصحابي. لكن طول الوقت بصل جوزي على ان هو اللي لازم يديني، مش اصح حاجه.